الجديد لدي الآن هو أن عمليات إخلاء طوعي للمواطنين تتم الآن في منطقة ولد البخيل، وهو حي في منطقة كراري شمال أم عمان. يتم إخلاء للمواطنين في هذه المنطقة وأحياء أخرى من الأحياء الثورات في أم عمان الأربعينات وحارات كم 70 وما إلى ذلك. يتم إخلاء المواطنين هناك باعتبار أن هذه هي مناطق محيطة بجبل سركاب الذي يعتبر واحد من أكبر معسكرات الدعم السريع في السودان، واستولى عليه الجيش صباح اليوم، ولكن هنالك قوات هائلة من الدعم السريع منتشرة في المنطقة، الأمر الذي ينبئ بتوقع على الأقل عمليات عسكرية في المنطقة. والأحياء هي شعبية طبعا ربما تتأثر تماما بالعمليات العسكرية التي ستكون. يعني تواصلنا مع مواطن موجود هناك وسألناهم عما إذا كانت عمليات الإخلاء تتم بواسطة الجيش أم هي مغادرة عفوية للسكان. قال لي إنها تصرفات من السكان، هم يغادرون الآن، يدخلون المنطقة بعد أن وصلت شظائع عديدة للرصاص والقذائف أصابت منازلهم. هنالك إصابات وقتلى، ولكن لم تتوفر لدينا إحصاءات حتى الآن لصعوبة الحركة في المنطقة، ولكن المؤكد الآن هو مغادرة سكان من منطقة أحياء ود البخيت والمناطق المجاورة لها بسبب تخوفاتهم من تجدد الاشتباكات حول منطقة جبل سركاب أو جبل كراري الموجود في المنطقة، والذي يضم واحد إن لم يكن أكبر معسكرات الدعم السريع فهو من أكبرها، واستولى عليه الجيش صباح اليوم وفقا لإعلان صادر من الجيش صلاح. أيضا الآن يمكن كنا نستمع إلى أصوات أسلحة ثقيلة على عكس الأسلحة الصغيرة الرشاشة كنا نستمع إليها، ولكن الآن كنا نستمع قبل ثوان من الآن إلى أصوات يعني دوي مدافع ثقيلة، الأمر الذي يؤكد استمرار الاشتباكات في المناطق الاستراتيجية وسط الخرطوم. هذا النوع من الأسلحة يعني بدأ استخدامه منذ أن تحركت قوات الدعم السريع في محاولة منها لاقتحام الشوارع المحيطة بالقيادة العامة مساء أمس. لا تزال هذه الأصوات الآن توقفت، ولكن حتى قبل دقيقة من الآن كان هنالك أصوات القصف المكثف. يعني بالمجمل محيا الاشتباكات مستمرة وسط الخرطوم. لم أسمعك جيدا. أتحدث بالمجمل محيا، يعني الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى الآن. نعم، بالمجمل في الخرطوم الاشتباكات مستمرة حتى الآن. في مدن أخرى حسم فيها الأمر، بور سودان، الجبارف، كسل كانت حتى قبل ساعتين هنالك قصف، ولكن الجيش أعلن أنه استلم مقر قوات الدعم السريع. الجبارف استلم مقر قوات الدعم السريع. الدمازين في النيل الأزرق وهي مدينة استراتيجية تبعد نحو 85 كيلومتر فقط من سد النهضة الإثيوبية، ويوجد فيها أحد أكبر السدود التي تعمل على توليد الكهرباء في السودان، هو سد الأوسيرس. أيضا تم استلام مقر قوات الدعم السريع مدينة كوستي يوم أمس. قائد قوات الدعم السريع سلم مفاتيح مقر قيادة قوات الدعم السريع لقائد الجيش في المنطقة. هناك مناطق حتى الآن لم تحصى، كادوغلي أيضا عاصمة جنوب كردفان تم استلام مقر قوات الدعم السريع، لكن هناك مناطق حتى الآن لم تحسن فيها المسألة بصورة كاملة، مثل مدن إقليم دارفور الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور وهي يمكن أن نقول أكبر مدينة في إقليم شمال دارفور، أيضا مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور وهي تعتبر أكبر مركز تجاري في إقليم دارفور، ويعتبر نقطة تبادل تجاري مع أفريقيا الوسطى التي تفصلها نحو 6 أو 7 ساعات بالطريق الترابي مدينة بانجي عاصمة أفريقيا الوسطى، أيضا مدينة زالنجي عاصمة وسط دارفور شهدت. يعني محي، يعني ممكن القول والجزم أيضا بأن الجيش الآن ربما بات يسيطر على أغلب مقرات الدعم السريع في مختلف الولايات السودانية. الأمور صلاح متباينة، يعني لا يمكن أن نقول نعم هو استلم مقرات كثيرة جدا. يعني يمكن أن نقول الولايات الشمالية النيل الأبيض، النيل الأزرق، كسلة، الجبارك، وضيء مناطق ثقل إثني
لقوات الدعم السريع. نعم قوات الدعم السريع في المرحلة الأخيرة طابعها قومي، خاصة بعد أن أجيزت بقانون من البرلمان السوداني في 2017، ولكن قبل 2017 هي كانت قوات في إقليم دارفور تتبع لمجموعات قبلية تصنفها الحركات المسلحة بما يسمى الجنجويد، لكن بعد ذلك تمت شرعنتها بقانون في البرلمان. ولكن قبل ذلك أو حتى الآن الدعم السريع وين وتروح إلى خلفياتها الإثنية من إقليم دارفور، ربما هذا الأمر وتعتبر ذات ولاء عالي جدا، وين تو ذات ولاء عالي جدا لقائد الدعم السريع ومعظمهم من خلفيات إثنية من إقليم دارفور. الأمر هذا ربما الذي رجح كفة الدعم السريع في عدد من المناطق، يعني غير المدن الرئيسية في إقليم دارفور الباشر والنيالة وزالنجي والجنينة شهدت اشتباكات، هناك مناطق أخرى خارج المدن الرئيسية مثل منطقة الكومة في شمال دارفور يوم أمس شهدت اشتباكات قبل أن تهاجم قوات الدعم السريع أحد مقرات القوات المسلحة وقتلت فيه عدد من الناس من بينهم 3 موظفين تابعين لبرنامج الغذاء العالمي يعملون في مكتب كبكبية، حاولوا اللجوء إلى الكومة ولكن أثناء هجوم الدعم السريع لقوا حتفهم. والمدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في السودان أصدر بيانا مساء أمس نعى فيه موظفيه المحليين، هم موظفين من المكون المحلي السوداني ولكنهم موظفين في برنامج الغذاء العالمي، ويمكن أن نقول هؤلاء أول الضحايا في صفوف المنظمات الأجنبية الذين تعلن عنهم منظمة. حتى الآن طبعا الاشتباكات في مناطق شاسعة ونائية في إقليم دارفور، ربما المعلومة تحتاج وقت طويل جدا كي تصل إلينا بسبب انقطاع السبل، ومعظم إقليم دارفور في مناطق كثيرة جدا لا توجد فيها اتصالات. ماذا عن طاقم الغد المحتجز بالقرب من الاشتباكات محي؟ حتى الآن يعني نحن النداء الذي وجهناه طالبنا فيه بأن تتجنب الأطراف استهداف برج العمارة الكويتية. برج العمارة الكويتية يوجد على مسافة 1 كيلومتر من القصر الجمهوري وأقل من 600 متر من مدرسة الدفاع و2 كيلومتر من مبنى القيادة العامة. هذا والقصر الجمهوري هذا يوضح كمية الاشتباكات حول المبنى. طبعا القوات تجد شارع فيه الدعم السريع، تجد الشارع الثاني فيه القوات المسلحة، تجد الشارع الثالث فيه الدعم، يعني هنالك حرب شوارع تدور في المنطقة بالأسلحة الثقيلة، الأمر الذي عرض المكاتب يوم أمس لانهيارات جزئية. هبطت الأطقم الصحفية إلى الطوابق الأرضية، ولكن الآن فريقنا المكتب الذي يوجد فيه في الطابق الأرضي اخترقه الرصاص، اخترق الجدران واستقرت الرصاصات أو الرصاص استقر داخل المكاتب التي يستلقي فيها الزملاء منذ يوم أمس. المشكلة ليست في الرصاص فحسب، ولكن المشكلة في عشرات الصحفيين موجودين في المكان وهم صائمين، ومنذ صباح أمس لا يوجد في المكان سوى مياه الحنفية فقط، لا توجد أي إمكانية أكل أو شرب أو دواء أو أي شيء في المكان. ومنذ صباح أمس يعني يمكن أن نتحدث بصورة أكثر دقة، يعني الصحفيون لم يتناولوا في إفطارهم أو سحورهم سوى مياه من الحنفية، ويمكن قطع خبز وجدوها على صندوق قديم، يعني تلت في إيران غسلوها بالماء، ويعني كانت تحليل صيامهم ليوم وأمس، وحتى الآن لا يوجد شيء غيرها ولا يوجد أي مجال أو حتى فرصة لهم بأن يغادروا هذا المكان بسبب حدة الاشتباكات. صحيح محيط زميلي العزيز، أنا الآن موجود في حي سكن على بعد نحو 4 كيلومترات من هذا الموقع الذي أقوله لك، ولكن أنا لا أضمن سلامتي الشخصية أن أخرج إلى الشارع الثاني من المنزل باعتبار أن الرصاص يتصادف من كافة الاتجاهات، فبالتالي نحن مسألة إجرائهم هذه قد تكون صعبة جدا في مثل هذا التوقيت، لأنه إذا كانت منطقة يسيطر عليها طرف واحد يمكن أن ننسق معه، لدينا علاقاتنا مع الجيش باعتبار أننا صحفيين نتواصل مع الإعلام العسكري، ولدينا علاقاتنا مع الدعم السريع باعتبار أننا صحفيين نتعامل مع الإعلام التابع للدعم السريع، ولكن عندما تكون حرب شوارع لا يعني لا يمكن أن تنسق مع الأطراف، لأنه لا طرف يضمن لك الوضع على الأرض في الشارع الذي يليه، وبالتالي تبقى مسألة مغادرة الزملاء للمكتب فيها خطورة عالية. الآن نحن كل الذي نرجوه أن يتوقف قصف المبنى، أو على الأقل يعني هو المبنى في خط إطلاق النار، المبنى غير مستهدف لذاته لأنه هو مبنى يضم تجمع شركات الإنتاج التلفزيوني وفيه إذاعات FM موجودة وشركات إعلامية أخرى غير مستهدف، ولكنه في خط النار
يعني يوجد أسفل الجسر وتوجد قوات أعلى الجسر تضرب على الاتجاه الآخر، يوجد غرب شرق القصر الجمهوري، يوجد غرب وزارة الدفاع ب 600 متر، وبالتالي هو في خط إطلاق النار من كافة الاتجاهات. كل الاتجاهات هو في خط إطلاق النار هذا المبنى، وبالتالي لدعم الأطراف على الأقل تجنب إطلاق النار في هذه المنطقة، رغم أنه لا يعني يعني قد يبدو من المستحيل أن يستمعوا إلينا في هذا الوقت بالتحديد، ولكن نحن سنعمل كل ما لدينا على الأقل لتصل رسالتنا للأطراف. هنالك يعني مؤسسات إعلامية كثيرة جدا الآن بدأت تتضامن مع زملاء الصحفيين، غير مكتب قناة الغد هنالك زملاء من إذاعتين أو من إذاعة خاصة، هنالك زملاء من شركتين أخرتين تعمل لصالح قنوات أجنبية، هم عالقين بالمبنى، ولكن فريقنا الآن هو الذي تعرض لوادي الأمن الرصاص واستقر الرصاص يستقر الآن معه في المكتب، هو الآن يعيشون بحالة سيئة جدا جدا مستلقين على الأرض، يعني يمكن أن أقول لك منذ الليلة البارحة لا يكادون حتى الذهاب لدورات المياه.